حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تدشين المرحلة الثانية للبنايات التجارية وتسليم شهادات الملكية ومفاتيح بنايات مشروع سهيلة بمدينة كلبا لملاكها من المواطنين. استكمالا لتنفيذ التوجيهات الخاصة بإعادة تخطيط منطقة سهيلة بكلباء وتطوير المظهر الحضري فيها، حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفل تدشين المرحلة الثانية من تطوير المباني التجارية والبنية التحتية في المنطقة وتسليم شهادات الملكية ومفاتيح بنايات مشروع سهيلة بكلباء لملاكها من المواطنين. وبارك سموه لأصحاب البنايات البالغ عددها 41 بناية سكنية تحتوي على شقق سكنية ومحال تجارية، مؤكدا سموه على أن المشروعات التنموية في مدينة كلباء مستمرة ومتواصلة للارتقاء بالمنطقة وجعلها جاذبة. نحن الآن على طريق الشيخ سعيد بن حمد، لكن الآن انتهت هذه العمارات إلى هنا. الآن ما خلف هذه العمارات في بيوت قديمة، بيوت مأهولة، بيوت خالية. فنحن الآن سنبدأ بتعمير المنطقة الخلفية، ومن كان يرتقب أن يأتيه شيء عن شيء من الدخل يعني إن شاء الله نحن ما ننساه يعني. لأن هذه المنطقة لابد أن تعمر من شارع الشيخ سعيد بن حمد إلى أن نصل شارع الوحدة في الخلف، وأما ما بعده فهي كلها للإسكان إن شاء الله. لكن هنا لا، هذه منطقة جزء من مدينة كلباء وهو قلب المدينة هنا، فلابد أن تعمر. يسأل السائل يقول طيب هذا انت حين شقاق ودكاكين وغير من وين بني بالعماء الجرين؟ نقول لا، الخير آتي، ها أنت لا تكسر مياديفك قبل الطوفان، خلينا نحن نجدف ونطور البلد ونطورها بحيث تكون مدينة عامرة، لكن مش أزرع فيها والله مصانع تلوث أو أشياء تخرب أو أجيب ناس أخلطهم في هذا المجتمع وأخرب المجتمع. لا لا، نحافظ على هذا المجتمع، إذا كان تطوير تطور أولادنا، إذا كان مشروعات لابد أن تكون مناسبة يعني للإنسان، ونطور البلد بحيث يكون فيها العمل. الآن المسكن موجود والتعليم موجود، الآن باقي الوظيفة، الآن الأعداد كبيرة يعني الذين يطلبون الوظيفة يعني، واصبحت الوظيفة الآن حكر على الحكومة، هي لابد تعمل وتوظف وغيرها. إذن الحكومة لازم تعمل مشروعات. نحن الآن مثلا في المنطقة الوسطى شغالين فيها هذه بأسباب الزراعة والكذا، إذن حتى هنا نحن نستطيع أن نعمل مشروعات لا تضر البيئة، لا تضر الناس، لا تضر الأطفال، محافظا عليها. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه استحقاقا لملاك البنايات الذين توقفت إيرادات أملاكهم خلال فترة إعادة بناء البنايات بسبب أعمال مشروع الحكومة في تطوير المدينة، سيعوض صاحب كل بناية ب150,000 درهم عوضا عن الإيراد المتوقف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا سموه أن هذا المبلغ هو حق لهم وليس منحة أو مكرمة. عقب ذلك سلم صاحب السمو حاكم الشارقة ملاك البنايات شهادات الملكية الخاصة بهم وسط فرحة كبيرة لهم، وذلك بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وسعادة المهندس خالد بن بطل مهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة وسعادة المهندس يوسف خميس العثماني
رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، وسعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات مبادرة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين. بعدها شاهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والحاضرون عرضا مرئيا تضمن كافة الأعمال التي تم إنجازها في مشروع البنايات التجارية بكلباء. وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة إحدى البنايات مطلعا على كافة التجهيزات الخاصة بها وما تحويه من مرافق. هذا وشملت المرحلة الثانية من مشروع إعادة التخطيط وتطوير المظهر الحضري بمنطقة سيلة في كلباء، تطوير المباني التجارية والبنية التحتية، وإنشاء 41 بناية تضم 164 وحدة سكنية و 123 محلا تجاريا ورواقا للمشاة بطول كيلومتر واحد. ويتكون المشروع من 14 مبنى سكنيا يحتوي كل منها على 3 بنايات سكنية و 9 محلات تجارية ورواق للمشاة بطول الحي السكني. وتم تصميم واجهات البنايات على الطراز المعماري الحديث، وتبلغ مساحة البناية الواحدة 765 مترا مربعا، ومساحة الشقة السكنية الواحدة 153 مترا مربعا، ومساحة المحل التجاري الواحد 35 مترا مربعا، كما تضم منطقة البنايات رواقا مسقوفا أمام المحل التجارية بطول كيلومترين لخدمة المشاة والمتسوقين، إضافة لتوفير 188 موقفاً للسيارات وثمانية مواقف سيارات لذوي الإعاقة ومسطحات خضراء وبحيرة لممارسة الرياضات البحرية بالمنطقة. سعداء بزيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي دائماً يتحفنا بهذه الزيارات، واليوم جاء لافتتاح هذا المجمع السكني والتجاري. طبعا نحن شاهدنا مجروحة في صاحب السمو، فهو دائما صاحب الخير والعطاء، ويوفر جميع ما يحتاج له هذه المدينة أو المدن الأخرى التي تتبع إلى إمارة الشارقة. ما في شك أن مدينة كلب اليوم تشرفت بحضور سموه وافتتاح بعض المشاريع أو تسليمها. بدأت جولة سموه بمجمع الساف السكني، وهو من أفضل المجمعات السكنية على مستوى الدولة يعني، والأول من نوعه على إمارة على مستوى إمارة الشارقة، من حيث تكامل البنية التحتية، من حيث نوعية المباني وتفاصيلها. بعد ذلك تم تسليم 40 مفاتيح 40 بناية للمستحقيها. نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور محمد سلطان محمد القاسمي على هذا الاهتمام الكبير بمدينة كلبة بشكل خاص وإمارة الشارقة بشكل عام. اليوم المنظومة في مدينة كلبة قاعدة تتطور يوم بعد يوم بيد سيدي صاحب السمو. الحركة ما شاء الله التجارية الآن في نمو متصاعد، استقطاب أيضا حتى السياح اليوم منطقة مثل ما نشاهد اليوم في منطقة استراتيجية جدا، موقع استراتيجي على كورنيش مدينة كلبة. ما شاء الله مشروع جميل، يعني البنايات على أفضل طراز، المشاريع اللي قايم فيها الشيخ سلطان حاليا واللي بعد مستمرة ما شاء الله يعني على أفضل طراز، ومكان يفتح نفس الاستثمار. مبادرة طيبة اللي لها مردود إيجابي على جميع الأسر والمجتمع، وتمكين المواطن من الحياة الرغيدة في هذا المجتمع الآمن. موقع استراتيجي يعتبر مقابل البحر، استثماري لبعيد المدى، مشروع أكثر عن الممتاز، ومب بعيدة على الشيخ سلطان مكرمته لنا هذا الشيء. الله يخلي الشيخ سلطان بالمشاريع اللي هي قامها في منطقة كلبة من الجامعة والبنايات والبيوت الشعبية والشوارع، ما قصر طويل العمر، جزاه الله خير، عسى الله يخليه إن شاء الله. هذه المنطقة لنا ذكريات فيها قديمة، قد يكون يعني حتى من أيام الشباب كنا نرتادها دائما، وتعتبر من المناطق الجاذبة سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو على مستوى حتى الاستثمار. دعاني لهذا الأمر أن أكون واحد من المستثمرين
بالفرص المتاحة، وكذلك المحافظة على أهم جانب من جوانب التراث في هذه المنطقة. وهذه الحقيقة البنايات اليوم توحي لنا بما كان مطلوبا يكون.